هذا اللوك عم نجربه لدور معين. اطلالات تثير الجدل في حفل الميراكس. جرين لاين انا يعني اللون الاخضر. مثل كل سنة الجمهور بيستنى حفل توزيع جوائز الميوركس دور اللي دايماً إطلالات نجومه بتصير حديث الكل، والسنة التعليقات كانت أكثر على إطلالات النجوم الرجال، أولهم محمد رمضان اللي لفت الأنظار باللوك الجديد اللي طل فيه، بداية من الشعر اللي عمله أشقر وضاف A Green Line، وكان كشف عنه قبل نزوله للحفل بفيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، وإيتي بالعربي سألوا عنه. شو قصة الجرين لاين؟ جرين لاين؟ فرجينا الجرين. جرين لاين انا يعني اللون الاخضر لون خاص في الوطن العربي بشكل كبير، موجود في عالم لبنان. الجرين لاين موجود، انا جاي من الرياض لبيروت، فانا جاي من عالم السعوديه جاي للبنان، فالاخضر الحفله بتولع باربيكيو. بس الكلام كان اكثر على بدلته، فهو طال شيرتلس تحت A Full Red Suit، وكمل الإطلالة بـ A Statement Piece Gold Snake Necklace. نيكولا معوض كمان أيضاً اختار أنه يظهر Almost Shirtless تحت الـ Colored Suit اللي اختارها، وأيضاً كان لافت أنه شعره قصير ولونه أشقر. يوم أنت عم بتضوي على الريد كارت. Thank you. مرسي. قلنا عن هذا اللوك، هل هو لدور معين؟ هذا اللوك عم نجربه لدور معين، بس بعد ما كيف يعني التفاصيل، انا بعدنا بمرحله التجارب. ويبدو انه ستايل الشيرتلس حنشوفه كثير هالفتره، بما انه تكررت مؤخرا باكثر من ايفنت، خاصه مع النجوم العالميين الشباب مثل تيموثي شالومي اللي شفناه فيها على ريد كاربت الاوسكارز، رانفير سينغ باحدى المناسبات. اما جوزيف عبود اللي وصل على الريد كاربت الى جانب حبيبته ستيفاني عطله، فظهر بقميص اسود شفاف تحت السوت. وعلى عكسهم احمد سعد اللي شفناه قبل بهذا الستايل، اختار هالليله جراي سوت مع قميص ابيض. ومش بس إطلالات الشباب كان إلها نصيب من التعليقات، فالبعض علق على فستان ستيفاني عطلة اللي اختارت فستان بيبي بلو طويل وأسود وزينت الإطلالة بسيلفر اكسسوريز، لكن الأكثر من نقاد الموضة اعتبروا أنه هالإطلالة مش موفقة. أما رحمة رياض فطلت بأيالو دراس من توقيع زهير مراد، وتركت شعرها نازل واعتمدت ميك اب ركز على إبراز العيون. جمالك أنا؟ أنا المفروض تجين أنت أول واحدة. حبيبي أنا. جمالك جمال. قد إيه بتاخذي هيك وقت تتحضري لهيدا الإيفنت؟ 5 دقائق. وكريس بشار اختارت إطلالة ملونة بهالليلة، فظهرت بفستان ملون ميزه الجزء العلوي. قد إيه بيسترقك وقت هيك تتجهزي لإيفنت لريد كاربت؟ وقت يعني بالنهار 3 ساعات. لقلك شو، انا كونه معي فريق كتير مهم رائعين، ابتداء من الامج كونسلتنت ميرا جنيد واللي هي ماي ستايلست، والديزاينر اللي بيفهم على روحي انا شو بدي اللي هو الياس ريغا. فالتجهيز بيتم تقريبا قبل باسبوع. بالنسبه للميك اب، الميك اب هيلدا داغر بحبها كتير، بحب شغلها، والشعر كمان بحب كتير شغله جيرار. اليوم أخذت معي 2 ساعة. ولما نحكي عن الإطلالات الحلوة، ما فينا ما نذكر هيلدا خليفة اللي من لحظة صعودها على المسرح تصدرت الترند، خاصة إنه الجمهور اشتاق لإطلالاتها وتألقت بأ جولد دريس من تصميم نيكولا جبران. والجولدن لوك كان أيضاً من اختيار مريم فارس بفستان من تصميم نيكولا جبران، ومثل عادتها نوال الزغبي لفتت الأنظار باللوك اللي ظهرت فيه، فهي اختارت أنها تبعد عن الألوان الصاخبة واختارت اللون الأسود لإطلالتها، لكنها اعتمدت تسريحة الفوني تيل وبالميك اب ركزت على الريد ليبستيك. وصديقتها ماجي بوغصن أيضاً اختارت أنها تبعد عن الألوان، فطلت بأ بلاك اند وايت لوك من تصميم رامي قاضي، واعتمدت شعر ريترو نال إعجاب الجمهور. جمالك جمال. أنا عيونك الحلوين شو بتقلها هيك بس شفتها؟ شو قلت لها؟ برنسس. قد ايه بيستغرق التحضير لتتواجدي هيك بالميركس دار بايفنت؟ بيستغرق يعني انا بحياتي اليوميه 5 دقائق فيني اظهر عشاء، ما كثير يعني باخد وقتي بالتفاصيل، بس هيك ايفنت اكيد بده وقته وبده تحضير. واللون الابيض كان من اختيار ورد الخال،
فهي اختارت انها تطل بفستان ابيض من تصميم انطوان قارح، وان وصفت اطلالتها بالانيقه. بتاخذي كثير وقت تتحضري لهيك ايفنت؟ شوي، ما كثير، ما لا شوي، بس بحب هالمناسبه اشكر كل الاشخاص اللي ساهموا بهالاطلاله، منهم المصمم انطوان قارح، جولري يبرام، الميك اب ارتست رولا سليمان، زميلتنا حبيبتنا داني عواد الشعر. والالوان السيف كانت من اختيار معظم النجوم الشباب، والسود كان من اختيار نصيف زيتون وقيس الشيخ نجيب اللي ظهروا ببدلات سوداء، فقيس اختار افول بلاك لوك مع بلاك بو، اما نصيف فاختار وايت شيرت مع البلاك سوت. قد ايه بتاخذ وقت انت بتتحضر لهيك ايفنت؟ 10 دقائق.